مساء الخير ومساء الجمال على أجمل وأحلى مشاهدين في العالم كله النهاردة حلقة جديدة من برنامج آتو زد يوم الأربع الموافق أربعة 11-2020 يوم الحب المصري يوم الـ الـ الإحساس الجميل بين كل واحد والتاني يوم الحب المصري ده مش بس علشان خاطر يكون بين راجل وست ولا يكونوا كابلز لا ده يوم الحب ده إن إحنا نحب بعض كلنا نقول لبعض كل سنة وكل دقيقة وكل يوم وكل لحظة في حب وحنان ويعني سلام وحاجات كتير حلوة فكلنا لازم نحب بعض يا جماعة نحب مامتنا وبابانا وولادنا واصحابنا وزمايلنا في الشغل وزمايلنا في الجامعة وزمايلنا في المدرسة فكل يوم حب إن شاء الله وكل يوم يعدي عليكم بسعادة وفرح وهنا النهارده الحلقة بتاعتنا هتكون حلقة هتفيد ناس كتير جدا ويعني مش عايزه اقول ان هي نوع مختلف ولكن هو في برنامج اي زد احنا بنتكلم عن كل حاجه وعن كل موضوع من الالف للياء زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في اول حلقة وعرفنا وعرفناكم خط سير البرنامج بتاعنا. النهارده هيكون معانا نموذج من الشباب قدر يحقق طموحه قدر يفتح مشروع محترم يكسب منه واحنا طبعا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشجع الشباب يلجاوا للاستثمار ويلجاوا للشغل الحر علشان خاطر يامنوا نفسهم وكمان يحققوا ذاتهم من خلال الحاجه اللي بيحبوها او المجال اللي اللي يتمنوا يكملوا فيه النهارده هيكون معانا المهندس اسلام هيكون في الفقره الاولى وانتظرونا بعد الفاصل ان شاء الله رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائنا المشاهدين وهيكون معانا في الفقرة دي زي ما قلت لحضراتكم المهندس إسلام فاصل رئيس فاضل رئيس مجلس إدارة معرض فاضل موتورز أهلا بحضرتك مهندس أخبار حضرتك إيه منورنا ومشرفنا بداية الفقرة بتاعتنا بقى أنا عايزة حضرتك يعني تتكلم عن نفسك شوية اسمك وسنك من غير عنوانك <applause> فنعرف مين هو المهندس إسلام فاضل وابتديت مشروعك أو فكرة اختيار مشروع حضرتك إزاي انا اسمي اسلام فاضل 29 سنه انا عندي معرضين فاضل موتورز لتقسيط السيارات بنتخصص في تقسيط المستعمل ده مش كتير شغال فيه فاحنا خدنا الوي ده شويه والدي من التسعينات في العربيات كنت لسه اسال حضرتك من امتى بادئ المشروع فواضح ان آه الموضوع آه بالوراثه <applause> آه, اه والدي من التسعينات في العربيات انا كنت في طريق الكوره وكده بس ما ما كانش في نصيب ما كملتش ف... دخلت انديه يعني من وانت صغير كنت بلعب في اتحاد الشرطه يعني. وكنت بلعب في منتخب مصر كويس جدا و... كنت مع محمد صلاح تمام بس <applause> ما حصلش نصيب ما كملتش فدخلت طريق السيارات فلما دخلت ابتديت اخد الموضوع يبقى بشكل مختلف شويه فتخصصنا الحمد لله في تقسيط السيارات المستعمله كتير شغال تقسيط زيرو احنا بنختلف شويه ان احنا بنقسط مستعمل وده مش كتير يعرفه تمام يعني يعني انت حضرتك المعرض بتاعك هو بس متخصص في بيع او تقسيط السيارات المستعمله لكن بالضبط. ما تطرقتش لان انت تتعامل في سيارات زيرو بن بنبيع زيرو بس بالطلب بس هو اكتر في ناس يعني في الحته دي دايسه فيها جدا ومسمعين كويس جدا فاحنا عايزين نعمل اسم كويس ف يعني لما يعني ان يعني انت تكون مميز في حاجه بالظبط فلقينا ان ان انا عشان أعمل اسم كويس فلا نقصد بس مستعمل م. فمش كتير بيعرف ده ابتدينا الحمد لله بنسمع ولينا اسم كويس بس الحمد لله يعني طيب قول من خلال التجربه بتاعت حضرتك يعني انت بتشوف ال الكلاينت بتاعك او العملاء بتوعك بيميلوا اكتر للمستعمل ولا بيميلوا اكتر لزيرو خاصه بعد ال يعني الظروف الاقتصاديه اللي ممكن الناس بتمر بيها دلوقتي يعني هقول لحضرتك هو اللي بيفكر يشتري قسط بيروح للزيرو عشان م. ما يعرفش ان في تقسيط مستعمل. اه تمام. يعني اللي اللي بيفكر يشتري قسط هو عارف يعني احنا في يعني المستعمل هو بيروح يشتري كاش. يشتري كاش. بالظبط. بالظبط <applause> احنا لا احنا سهلنا عليهم اكتر آه، آه. واكتر الناس اللي هي بتبقى لسه بادئه في بدايه حياتها المشاريع اللي عايز يشتغل اوبر وكريم اللي عايز يبدا يشتغل في, في, في اي بروجكت صغير فانا بقول له لا انا عندي تقسيط مستعمل. م. فبيبدا ان ممكن يبقى مع رقم صغير مش هيقدر يركب بيه زيرو م. ومش هيقدر يركب بي عربيه كويسه تقدر تدخله دخل كويس م. فلا انا عندي تقسيط مستعمل ببدا اشتغل معاه على ده وبرضو الناس اللي اللي هو بيروح يشتري زيرو لا انا بوفر له كسر زيرو تبقى. يعني بجيب له العربيه هي هي اللي هيروح يجيبها زيرو عدد قليل جدا يعني بس بتفرق في السعر طبعا بيفرق يعني بيفرق في السعر بالنسبه بيكون له جاب كبيره ولا يعني فرق بسيط؟ لا بيبقى في في رقم يعني م. يعني مش اقل من من ألف جنيه في تمام العربيه الكسر الزيرو اه طبعا اه طبعًا, طبعًا. 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 طبعا فانا بس هو الفكره ان 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 معظم العملاء مش عارف ان في تقسيط مستعمل م. فاحنا بنقول لهم احنا موجودين يعني تمام طيب ايه الحاجات اللي حضرتك حطيتها فى الاعتبار وقت ما فكرت ان انت تركز على العربيات المستعمله فقط يعني آه يعني انت سنك صغير واه يعني الوالد آه عنده خبره من سنه 90 انت بتقولي في مجال معارض السيارات، لكن اعتقد ان انت حبيت انك تعمل حاجه آه جديده او تخرج عن العباءه ولا انتم من زمان في المستعمل انا يعني ما اعرفش المعلومات لا كنا شغالين من زمان في الزيرو، كنا واخدين آه توكيل فورد وكنا واخدين لا يعني كنا شغالين أخذ اصلا زيرو مم. وكنا شغالين مستعمل وكنا بنطلع تاكسيات ده, ده ايام زمان هيل يعني هايل آه كده بتساعد حتى في مشروعات للشباب آه ان آه ممكن يبداوا بمشروع زمان فدلوقتي حبينا نطور نفسنا طب هنعمل ايه لا احنا شغالين بطريقه مختلفه انا يعني انا, أنا يعني لما دخلت في الحته دي ابتديت ادرس درست خدت ام بي دخلت انا عايزه حضرتك تحط اه, أه الفوكس على اعداد نفسك يعني اعداد نفسك آه لمشروع آه لان الشباب اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يعني حضرتك موديل او نموذج بالنسبه لهم ان هم ازاي فعلا يقدروا يدخلوا بقلب جامد في اي مشروع جديد انا دخلت انا عندي الحته اللي هي الاكسبيرينس بتاع الحته الفنيه شويه من والدي طبعا وان انا كنت بقف معاه كتير فابتديت ان انا لما اخش انا عايز اعمل شركه انا اعتبر دلوقتي المعرض اللي عندي هو شركه مش معرض مم مم في موظفين في ستاف سيلز في سوبرفايزر في تيم ليدر في 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 شركة اشتغلت اداره صح يعني مش مجرد بياع او بيع وشراء مظبوط دخلت دخلت خدت ام بي اي خدت كورس خدت كورسات كلها مكثفه اكتر ان هي تفيدني في الشغل خدت مدير تنفيذي محترف خدت اداره اعمال خدت خدت محاسبه في جامعه القاهره خدت اعداد قاده في جامعه شمس خدت شويه كورسات تفيدني في الشغل فده جنب الاكسبيرينس الفني اللي عندي في في الحته طبعًا دي طبعا ابتدينا بقى نحط ايدينا ازاي اقدر اشتغل ابتديت يبقى عندي اتنين يعني يبقى عندي تيم صيانه صيانه سيون السيارات عندي تيم لترخيص السيارات الحاجات اللي هي يعني مكان حضرتك زي اسم البرنامج بتاعنا فروم اي تو زد اوكي, <applause> طيب. أوكي. <applause> طيب احنا هنطلع فاصل صغير كده وارجع لحضرتك تاني هنطلع فاصل نشوف تقرير عن معرض المهندس اسلام فاضل معرض فاضل موتورز ونرجع لكم تاني فاضل للسيارات خبرة أكثر من 30 عاما لبيع وشراء واستبدال جميع أنواع السيارات متخصصين في تقسيط المستعمل وكسر الزيرو مع فاضل موتورز أنت دايما راكب وزي ما شعرنا هتركب يعني هتركب بنقدم عروض بأقل فايدة وأطول فترة سداد وبدون مصاريف إدارية وبدون تأمين وعروضنا دايما كتير وكتيرة أسهل وأسرع إجراءات فريق عمل متكامل فريق صيانة متخصص فريق ترخيص محترف خدمة ما بعد البيع نتعامل ونشترك مع كل شركاء النجاح من بنوك وشركات تقسيط وجميع شركات التأمين بأقل ريت للتأمين ومش بس كده لما تاخد عربية وتحب تغيرها هنشتريها بأعلى سعر وتقدر تاخد العربية اللي تحبها وتقسط الفرق فاضل موتورز لتقسيط السيارات شارع التعاون برج الياسمين أمام معهد القاهرة التعليمي تقاطع خالد أمين اتصل الآن أو زوروا صفحتنا على الفيسبوك رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين مع المهندس اسلام فاضل ونرجع تاني يا مهندس احنا يعني انت قلت لي نبذه كويسه جدا نبذه كويسه جدا عن شخصيه المهندس اسلام بصفتك شاب وانك اقدمت على مشروعك طيب انا واحنا بنشوف الفيديو بتاع المعرض فيه كلمه استبدال فاحنا هنا في فقره ازاي؟ يعني عايزين نعرف المشاهد فكره الاستبدال دي بتكون ايه؟ والمعارض ممكن تضحك عليهم في في انهي اتجاه وممكن تكون صادقه معاهم ان هم يبدلوا عربيه قديمه بعربيه احدث شويه او انها حتى لو كانت مستعمله تكون على اجمل وجه. طيب احنا احنا بنشتغل عندنا في المعرض استبدال بيع وشراء واستبدال لحساب الغير، بقدر ان حد يجي لي بعربيه هي موديل قديم شويه. مش هيقدر يستخدمها في شغله مش هيقدر تبقى مصدر دخل ليه تاني حتى لو عنده شغل مم. فبقدر ان انا اخد منه العربيه دي وابدا اديله عربيه تانية والفرق ده بدفعه له قسط كمان آه. يعني فرق العربيه المستبدله بيكون بالتقسيط يعني انت مسهل الدنيا يعني على الناس بشكل رائع بصراحه مم. طيب آه في حته عايزه ادخل مع حضرتك فيها بما ان الناس اللي بتقسط الزيرو احنا نعلم جيدا انه بيكون في لينك مع البنوك وبيكون فيه فوائد بتتحط على تقسيط السيارات ايه اخبار المعرض بتاع حضرتك وازاي بتتعامل مع الناس احنا نفس الكلام احنا شغالين مع بنوك عاملين ديل مع بنوك وشركات شركات تقسيط يعني في, في مصر اكتر من شركه تقسيط احنا عاملين ديل مع حوالي 10 شركات تقسيط وحوالي 20 بنك لتقسيط هاي. المستعمل ده طبعا للتامين يعني انت بتامن الكلاينت بتاعك بالظبط انا هاي. عندي اكتر من نظام تقسيط يعني انا ان يجي لي عميل عايز تقسيط مستعمل انا اقدر اشوف النظام اللي يناسبه لان في ممكن واحد بيبقى فيه مهن حرفيه البطاقه بتاعته يروح يجيب زيرو مش هيقدر يجيب زيرو عشان البطاقه مكتوب فيها ان هو شغال مهنه حرفيه طيب بتتعامل ازاي معاه بالنسبه للبنك يعني بيبقى عندنا اكتر من نظام تقسيط في بنوك في, في بنوك وشركات لو آه. البنك ما قبلوش آه. آه. انا 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 واثق ان العميل جه عندي انا عارف ان كان ده هيقبل عندي في انهي بنك وفي انهي شركه م. طبعا ده بيبقى دور التيم ليدر عندي هو بيبقى شايف الـ العميل الكلاينت اللي داخل عليه ده هقدر اوظفه فين م. هيخش انهي مكان عندي اقدر اطلع له ابروف من الشركه او من البنك م. وابدا بعد كده اخلص له الاجراءات عندي بقى من جيد. عندنا برضو في المعرض من A ايه تو أيوه من ساعه <applause> ما بيخش عند العميل لحد ما بيستلم الرخصه احنا معاه ما بنسيبوش تمام طيب ما بعد الشراء يعني خلاص تمت عمليه الشراء بـ بـ كويس جدا هل في اوبشن انت بتقولي عندك مركز صيانه اوبشن ان انت بتعمل ديل مع العميل ان انت دوريا بتعمل صيانه زي التوكيلات مثلا بتاعه الزيرو؟ احنا حاليا يعني في الفيجن بتاعنا ان شاء الله ان احنا هنعمل مركز صيانه قوي جدا تمام. احنا عاملين ديل مع اكثر من مركز صيانه ان انا اقدر بياخد عندي العميل اي عربيه يوجد مستعمله بيبقى محتاج انه يعمل سيرفيس للعربيه مم. محتاج يعمل صيانه عندنا فريق متابع بيتابع العميل بعد الشراء خدمه ما بعد البيع تمام بيقدر يتابعه لو في صيانه عايزه تتعمل للعربيه بناخدها عندنا مراكز الصيانه بنبدا نعمل له فيها الصيانه بيبقى هو مطلع على كل حاجه العربيه فيما بعد لو حبي بعد كده يبيعها بقدر اخدها منه تاني وادي له عربيه غيرها يعني انا معاه لحد حتى لما بيجي يجدد وصفه التامين انا معاه بعد الت... جداً. يعني كل سنه بتابعه طيب مهندس اسلام لو في حد مثلا جالك عربيته عملت حادثه أوكي. تعرف انت عارف طبعا ان سعر العربيات اللي بتكون مهلكه او تعرضت لحوادث بيكون بتتباع يعني بالبخس او بيقول لك خلاص انا هبيعها وزي ما تجيب اي فلوس في المعرض بتاع حضرتك هل بتساعد العميل ان هو يجي وتصين له العربيه وتعرضها عندك وتبيعه وبعد كده لو هو مثلا نفترض معهوش فلوس يعني ان ما فيش سيوله او ان هو عايز فلوس اكتر منه يبيع العربيه وهي على حالها بالشكل ده بعد الحوادث فده الاوبشن ده موجود ولا انت بتشتريها على ما هي عليه وبعد كده تبتدي انت في عمليه البيع طيب انا عندي يعني الـ الـ لما بيجي كلاينت من النوع ده انا ببدا اشتغل معاه بطريقه ثانيه شويه عندنا يعني بما ان احنا في السوق فعندي اكتر من حد هو بيشتغل في في العربيات اللي هي الحوادث اللي هم اصلا هو ده شغلهم هم م. بيشتري العربيه على حالتها وهو بيعرف يكسب انا ما بشتغلش العربيات دي خالص يعني انا لما بيجي لي كلاينت وهو عميلي مش هينفع اخسره مش هينفع اقول له لا فببدا اجيب له اللي بياخد العربيات دي لكن تمام. انا ما بشتغلهاش ولا بخص يعني عندي. بتكون كمعرض وسيط يعني هو بيرجع لك لان انت عارف في السوق اكتر الناس اللي الح... ممكن تتعامل معاه بحاول بقى انا انا دوري ان انا ان انا بادئ معاه من الاول ان انا بحاول اجيب له افضل سعر هو يبقى بالنسبه له مناسب بس ده اللي انا بقدر اساعده فيه تمام في حاجات شائكه جدا بيقعوا فيها معظم الناس اللي هي عمليات النصب في بيع وشراء السيارات يعني في فقره ازاي انا عايزه حضرتك بما ان حضرتك عندك خبره كبيره في موضوع بيع وشراء السيارات ازاي نعرف المشاهد معانا ان ما يتنصبش عليه وايه العقود الموثقه اللي لازم تتم وفين الجهات اللي ممكن نعمل معاها حاجه زي كده طيب النهارده العميل اللي داخل ياخد عربيه هو الموضوع بالنسبه له بينقسم لشقين الاول قانوني ازاي انا اخد ضماناتي قانونيه وازاي الناحيه الثانيه اللي هي الفنيه ازاي أخد عربيه حالتها كويسه بالذات لليوزد ان هو الناس لما بتفكر تروح تشتري زيرو هو بيدور اكتر على الامان تمام ان انا هاخد عربيه محدش ركبها ومتأمن عليها وحاجات كتير جدا اه انا هاخد عربيه ما فيش اي مشكله فيها طيب امتى اروح اخد عربيه يوزد ايه اللي يخليني اروح اخد عربيه مستعمله لما باخد من حد ثقة فده اللي يخليه بي بيبدا يبص فهنا انا عندي اللي بيروح يشتري عربيه لو هو عايز يامن نفسه قانونيا على حسب يعني هو بيشتري من معرض او بيشتري من عميل عادي كلاينت عادي برضو لو هو بيشتري من من كلاينت بيبدا يامن نفسه ان هو بي بيكشف على العربيه بيبدا يعني بيبص على العربيه من الناحيه الفنيه يطمن عليها يجيب حد معاه يبص له عليها او يوصل لاقرب مركز خدمه يطمن على العربيه تمام من على العربيه وابتدى عايز يشتري بقى العربيه ايه الاستيبس اللي المفروض ياخدها بيبدا يروح للمرور بتاع العربيه ويفتح ملف العربيه مع مع صاحب العربيه وطبعا طالما أنا عربيتي كويسه وما فيش مشكله ان اروح مع اي حد يفضل يكون من المالك مباشره ولا موضوع التوكيلات ده ساعات برضو بيعمل لخبطه او بيوقع الناس في عمليات النصب هقول لحضرتك بما ان في توكيل فده بيديله ملكيه العربيه طيب انا اعرف ازاي ان التوكيل ده كويس صح مظبوط ولا في مشكله تمام انا هروح المرور بتاع العربيه م. مع صاحب العربيه هوصل معاه افتح ملف العربيه هاي. بيبقى سورة التوكيل موجود في ملف العربيه تمام. فبطمن ان هو ده صاحب العربيه م. طبعا مطابقة مع بطاقته يعني يعني المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي ان اي حد بيشتري عربيه المفروض ان انت تتاكد من الجهات الحكوميه المسؤوله والمتخصصه في هذا الشان بتروح المرور زي ما المهندس اسلام بيقول وتتاكد بنفسك ان توكيل العربيه ده موثق داخل المرور تمام هو هو طبعا لازم انا النهارده لو انا صاحب يعني عربية ما يعتمدوش على شهر عقاري بس يا باشمهندس بص يا فندم هو في حاجتين يعني يروح الشهر العقاري يطمن ان التوكيل ده طالع من هناك الاقوى بالنسبه له أنه يروح المرور اكثر ضمان بالظبط لان هو النهارده لو حب يطلع شهاده مخالفات لازم بيطلع بيحط صوره التوكيل بتاعه اللي هو ملكيته في العربيه لازم يتحط في الملف م. عشان يقدر ياخد شهاده مخالفات فاكيد صاحب العربيه طول ما هو راكب العربيه جاب لها شهاده مخالفات عمل اي معامله ليها علاقه بالمرور بتاع العربيه م. فانا لما بفتح ملف العربيه بتاكد ان هو فعلا المالك الحقيقي للعربيه بقدر وانا جوه المرور اطلع شهاده مخالفات واطلع استعلام امني ان العربيه غير مبلغ بسرقتها ان ما فيش عليها اي مشاكل بس بعد كده ببدا ساعتها اقدر اطلع اطمنت من دول ابدا اطلع شارع العقاري شارع عقاري اروح وابدا اعمل نقل الملكيه كويس جدا هو بس الافضل بدون اقل الكلام آه. إن, ان اللي ياخد عربيه ينقل على طول يعني ما ياخدش توكيل ويستنى, ويستنى اه يعني خد عربيه انقل في ساعتها عشان لو في حاجه بتبان في ساعتها تمام جدا لكن لما بيستنى ممكن بعد شويه بيتقابلوا ندخل في مشاكل بقى ما يعني احنا في غنى عنها طيب المهندس اسلام انا عايزه حضرتك يعني تقول لي او يعني اشوف الفيجن بتاعتك او رؤيتك فيما بعد في المستقبل يعني احنا بقى لنا فتره كبيره بنسمع ان العربيات الموديلات القديمه قوي هتعدم او ان هيبتدي يتم فعلا تسليمها لشركات ودي حاجه كويسه جدا ان يكون في حاجه يعني صنع في مصر او انتاج للسيارات من صنع بلدنا فانت فين من التوجه ده او من الوي ده يعني انت بتقول إن في في استبدال طيب العربيات القديمه قوي هل مسموح عندك برضو انك تساعد خطه الدوله في حاجه زي كده ان انت تبتدي تشتغل مع الموديلات القديمه ولا لا يعني برضو دي حته احنا مش مهملينها احنا احنا عندنا برضو اكتر من حد هو مسؤول بالعربيات دي بيجي لي انا انا لازم اتعامل مع كل الكلاينت بيجي لي حد عايز عربيه بمبلغ عالي وفي حد عايز عربيه في 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 المتوسط وفي حد عايز عربيه صغيره فانا ما بهتمش بده واهمل ده فانا عندي حد بيهتم بالعربيات اللي هي الصغيره برضو هو تحت الامبريلا بتاعتنا هو معانا بيبدا يشتغل على ده باخد العربيات الصغيره باخدها ولو يقدر يزود شويه وبقدر ادي له برده عربيه مستعمله قسط يعني اقدر اخد منه العربيه دي كمقدم ويزود لو أي في كانت فرق. حتى لو بت... انت عارف طبعا العربيات أي القديمه مهلكه أي أي كان ايا مو... كانت هي بتفرق في مم. نوع العربيه بس اللي هياخدها يعني انا بالنسبه لي كده كده هدي له عربيه بس تمام. الفكره ان اللي هياخد العربيه اللي هو بيدفع مقدم بسيط شويه ده هياخد عربيه معينه مم. يعني هياخد بادجت معين تمام جدا. بيش. طيب آه يعني عايزه اختم آه فقره آه حضرتك معايا في ان من خلال تجربتك آه طبعا مش هقول او الخبره اللي حضرتك خدتها من آه الوالد او الكار بتاعك بلغه السوق يعني آه بس كاسلام ودخلت آه تجربه لعمل مشروع خاص بيك. فحابه انك تقول لكل الشباب اللي بتشوفنا دلوقتي إيه؟ يعني التجربه دي اضافت لك ايه؟ وهل فعلا الاستثمار او العمل الخاص والعمل الحر بيكون افضل كتير من ان انت تحط نفسك بمجرد وظيفه لها مرتب زهيد ولا ايه؟ يعني احكي لنا التجربه بتاعتك اثرت معاك ازاي؟ يعني هو الـ 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 انا لما لما فكرت ان انا اشتغل اشتغلت شغلانات كتير جدا بعيد عن والدي وانا ف... وانا بدرس وانا أبي <applause> اه انا انا اشتغلت <applause> يعني يعتبر اشتغلت شغلانات كتير وصعبه <applause> أه... وكان يعني في حاجات والدي ما يعرفش عنها حاجه ما يعرفش اصلا انا اشتغلتها <applause> أه... فاشتغلت أه... ف يعني مش هتحس ان انت عايز يبقى عندك بروجكت خاص مشروع خاص وتن... وتنجح فيه و... وتبقى عارف ازاي تحافظ عليه غير لما تتعب يعني لازم تتعب فتحس ازاي حلوه بيبي؟ كلمه انك تتعب دي انك تبذل مجهود طبعًا تمام طبعا انا ما بنامش يعني انا انا يعني يعتبر انا دلوقتي ما بنامش غير وقت صغير جدا ممكن خمس خمس ساعات بالكثير في اليوم لازم تتعب عشان تقدر تعمل يعني انا انا مش ما فيش حاجه بتيجي سهله طبعا واللي بيجي سهل بيروح سهل يعني طبعًا لازم اتعب كويس جدا انا بالنسبه لي تعبت بعيد عن والدي خالص فتعبت فعرفت ازاي الجنيه بيجي عرفت ازاي اقدر اجيب جنيه م. فلما بقى عندي الفرصه ان انا اعمل بروجكت خاص فحاولت اشوف ايه كل العوامل اللي ممكن تنجحني وابتديت اعملها م. انا عامل سيستم خاص بيا عامل سيستم خاص بالـ 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 بالموظفين كلهم عندي كويس. بيربط لهم كل البوليسي بتاعة البنوك بيربط لهم كل كل الشغل عشان ما يبقاش في حد بيخش له كل يعني انت كمان هو. ماشي مع فكره التكنولوجي او اه التحول الرقمي آه اللي آه احنا آه ممكن يعني عشان انا الفيجن عندي ان شاء الله بيه الدوله كلها <applause> انا عندي ان شاء الله بكره يبقى عندي اكتر من معرض تمام فانا عايز ان انا اقدر اربط المعارض دي كلها ببعض وانا موجود في مكان واحد فابتديت اعمل لهم سيستم هم بيشتغلوا عليه في كل البوليسي بتاع البنوك في كل الكلاينت لما بيخش دايما في المعارض الزيرو يعني يعني معظمها بيبدا يخش بيلاقي ان مقدم وقسط معين ويجي خلاص ينفذ يلاقي الكلام مختلف تمام فانا برضو عشان المصداقيه فعامل السيستم ان العميل وانس ان هو دخل عندي اللي هو دخل بيتحسب عليه بيتسيف عندي على السيستم يعني نقدر نقول ان التجربه دي انت اتعلمت كمان فيها حاجات كتير اه 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 الحمد لله واضفت من خلال ان انت اوير طبعا بالتحديث اول باول والعصر التكنولوجيا والسرعه اللي احنا موجودين فيها فابتديت تضيف لنفسك اكتر ان شاء الله الحقيقه انا فخوره ان في نموذج من الشباب في مصر زي حضرتك المهندس اسلام فاضل ويعني حابه ان كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وتحديدا طبعا فئه الشباب احنا بنقول ان الشباب طاقة ما ينفعش ان احنا نغفلها ابدا، وادي معانا المهندس اسلام فاضل رئيس مجلس ادارة معرض فاضل موتورز، 29 سنة شاب لسه في مقتبل عمره، اتكلم عن التجربة بتاعته، اعتقد انه هيكون موتيفيشن او حافز ودافع لشباب كتير جدا، اوعى تنتظر وظيفة لان فعلا انا من ضمن المشجعين لفكرة حضرتك ان انت كشاب تتوجه للاستثمار او للعمل الخاص والعمل الحر، مفيش حاجة اسمها يأس هتقدر توصل يعني يمكن احنا معانا المهندس اسلام يعني قال انه ما اعتمدش على مجال باباه وما اعتمدش على انه هو يكون يعني تحت جناحه وابتدى يستقل بنفسه كل شاب مننا وكو. Sorry. وكل بنت مننا لازم تعتمد على نفسها لازم تعتمدوا على تطوير الذات والتنميه زي المهندس اسلام كنموذج شاب من شبابنا الجمال في مصر قال انه ابتدى يطور من نفسه ابتدى يدعم فكره بالدراسه ودراسه تحديدا اداره الاعمال عشان يقدر يدير مشروعه بشكل جيد ويعني اتمنى ان الحلقه تكون ضافت لكم معلومه في فقره ازاي وان احنا ازاي نعرف نشتري سيارات وازاي نعرف نتعامل مع معارض السيارات اللي ممكن تبيع لنا حتى السيارات المستعمله واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده على خير